تتوقعون انا راح اختار شنو هو راح يختار شنو؟ القعده بالصف الثالث لما جربنا باتر الاريح بس هم ثلاثه ما يعتبرون أيه. حياكم الله بقناة كارتومايز، أنا عمر وأنا علي، واليوم إحنا وين؟ إحنا في أوتوماك إكسبرس. سألتني عبالي بتخليني أجاوب؟ لا ما راح أخليك تجاوب ولا تتكلم هالحلقة. اليوم إحنا في أوتوماك إكسبرس، المكان هذا يوفر لك خدمات نفس السيرفيس الماينر الميجر، تراك هيستوري كامل على السيارة، مثلا أنت تسوي سيرفيس العشرة والعشرين والثلاثين والأربعين ألف مثلا كله عندهم، حتى لو ناسي أنت شنو سويت ترجع لهم يشيكون لك عليه، يكون عندك ملف خاص فيك وبسيارتك شنو سويت وشنو ما سويت فيها. غير كذي بعد عندك مكان حق فحص السيارات، الفحص المقصود هني اللي هو فحص البيع والشراء مثلا او فحص لك انت، تيجي تفحص السياره كلها من غير ماكينه شاصي الامور هذه كلها تيجي تفحصها، المكان هذا كله متوفر في هذه الشركه في اوتوماك اكسبرس، وعندهم فرعين، فرع بشويخ وفرع بالاحمدي، يصلحون جميع انواع السيارات ترى، يعني امريكي كل شيء كل انواع السيارات اللي تطرب بالك هم يصلحونها. يعني النقطه الاخيره والحلوه عندك استراحه. أيوة. في وايد ناس يكرهون الصناعيه ويتنرفزون بسبه انه يقعد مع العمال يقعد بالحر، لا هنا في استراحه يعني محترمه ونظيفه، وفي تقديم مشاريب حاره وبارده واستراحه نساء بعد، يعني النساء وايد نساء ما عندها احد يوديها مثلا او ريال بالبيت ريالها مسافر او شيء، في مكان استراحه نساء صح وعلى راحتهم ويون على ما يخلصون سيارتهم من السيرفس. المهم اليوم جايبين لهم خوش مقارنة، أتوقع راح تصير مجزرة مقارنة، يعني هذه أقوى من حرب روسيا وأوكرانيا. إيه وراح يصير في عندنا المقارنة ما بين ملك الدروب ومفخرة الأرض، خلينا نتكلم شوي عنهم بعدين نطلع فيهم تسرايف. اليوم أنا راح أجرب لكم اللاند كروزر الـ VXR، هذا جيل جديد بالكامل، مكينته 3.5 6 سلندر توين تيربو، تولد 409 حصان و650 نيوتن متر من العزم. التجديد هذا اللي تشوفونه كله من الداخلية والخارجية والمحركات مع غير العشرة غيار راح نجربه ونعطيكم راينا بنهاية الفيديو، ونقول لكم هل مفخرة الأرض اللاند كروزر راح يتغلب على النيسان باترول اللي هو ملك الدروب ولا لا. وأنا بجرب لكم النيسان باترول 400 حصان، السيارة محركها 5.6 8 اسطوانات تنفس طبيعي و560 نيوتن العزم مع ناقل حركة 7 سرعات. السيارة هذه ما تعتبر قصة جديدة بالكامل، تعتبر تكملة للقصة وأبديت يعني عليها تعديلات. فإحنا اليوم بنشوف بهذه المقارنة هل هذه القصة تقدر تتغلب على قصة جديدة بالكامل من مفخرة الأرض؟ وأنا أقول إن هذا بطل الدروب، وعلي قاعد يقول إن هذا ملك الدروب. أنا قلت أجرب الباترول لأني ناسي قيادته بصراحة، وأنت كنت كان عندك واحد، أنت جديد على الباترول، فقلت أنت يعني خلاص أكيد مو ناسي يعني. إيه بس سكته عرفت انا. المهم قول انت بعدين انا اقول، لاني انا عرفت خلاص. انت كبدايه الحين والله بصراحه مريح مريح قيادته، يعني مريح جدا مريح. انزين شوف، في شغله لازم نذكرها، هني 8 سلندر تنفس طبيعي، هناك 6 سلندر توين تيربو، فهني هناك القياده شوي غير، هناك لما تدوس له شوي سحبه فتحه التيربو غير، تنطر البوست هني هني شوي غير، فحط هالشغله بالحسبان. شوف هذه اول ما تدوس حلوه خفيفه بالمشي وصوتها حلو. ايوه هذيك بعد ما تفتح يعني يفتح التيربو سحبتها احلى، يصعد على الار بي ام شويه تحس سحبه حلوه، تحسها شوي اسرع وأقوى. بس صوت الماكينه مالت الباترو حلو، اي 8 سندر صوتها صوتها واضح. يعني مو اللي يعني غامتينه، لا في صوت واضح حلو. ايوه زين بخصوص العزل،
صوت الجار، صوت الهواء. صوت الجار ما فيها وايد، ما فيها صوت شارع وايد. عزل ارضي يعني على وضعنا بالكويت اعتقد تعتبر ممتازه. انا بالنسبه لي ممتازه صراحه. يعني حتى لو تسمعون اصوات ترى شوارعنا بالكويت فيها مشاكل وايد. قارنا خشن وايد. زين الهواء اللي تسمعه، هواء فيه صوت هواء شوي من الجوانب صح. احس بالزاويه فوق هنا. انا يا من الزاويه من فوق يا صوب المرايه. المرايه ممكن بعد لانها وايد كبيره احس ايه ممكن يكون صوت الهواء ومرايته متصله هني بالزاويه، مو نفس اللاند. اللاند مرايته على البادي. على البادي ايوه، دائما الحركه هذه تطلع صوت صح. على البادي افضل. فوايد سيارات توجهوا انه يشيلون المرايات من الزاويه هذه ويحطونها بالبادي، منها تعطي شويه رؤيه هني ومنها تخف الصوت. القياده، التوجيه، الستيرنج، السكان عشان الكل يفهمني، المقود. المقود حلو دقيق يعني، لا هو اللي ثقيل ولا هو اللي خفيف، بالنص حلو ودقيق. وحتى الملمس حلو مع اللي شوي نص خشب نص جلد. اي سياره ناعمه وايد. انزين شلون الشكل الداخلي وانت قاعد تسوق؟ شلون الشاشه، العدادات، اللاي اوت مال يعني الجير، المودات، القياده، الامور هذه كلها اللي عندك وانت قاعد كسائق؟ تصميمها وترتيبها حلو وايد، مريح حلو. كل شيء سهل الوصول. كل شيء سهل الوصول، بس لانها جيل لحد الحين ما يعني اخر الجيل هذه صح، ما نبي نظلمها وايد. فيس ليفت عن اللي طاف. اي يعني مرتبه حلوه بس مو بال يعني على السعر اللي دافع الريال 26000، اعتقد 26000 دينار كويتي، مو متطوره وايد، مو مواكبه. مو مواكبه ايه؟ مو مواكبه. انزين بس الكراسي يعني المقاعد شكلهم حلو، شكلهم حلو، شكلهم مريحين، قعدتهم مريحه ايه. بس الطبلون نفسه يعني مو اللي ما يبهرك يعني. حلو. زين شاشته شلون وضوحه، شلون كاميرته؟ الشاشه لحد الحين الريزولوشن احسن صار من اللي قبله. احسن من اللي قبله. القصه هذه لما رفعوها فوق صح احسن صار صح. بس الكاميرات خاصه لما ترجع قري الريزولوشن ضعيف. مو بس الريزولوشن، ال 360 ضايعه شوي، ما يبين وياك وايد. بس مو بس كذي، الحين الشاشه هالكبر لما ترد قري تفتح لك جزء من الشاشه عشان تشوف ورا، والجزء الثاني الصغير اللي يمها تعطيك ال 360، فيعني يبي لك زوم عشان تشوف عدل. بعدين في جزء كبير من الشاشه صاير باللون الاسود مو شغال، يعني ما يعطيك كاميرا. انزين ليش ما خليته هالكاميرا الخلفيه مثلا لما اشكها قري تفتح على الشاشه كلها عشان تعطيني وضوح حق الرؤيه عدل، خصوصا ان هذه سياره عوده. ولما انا ابي مثلا بالشاشه اضغط على مثلا علامه 360 مكتوبه ولا شيء تفصل لي الشاشه نصين، نص حق القري ونص 360، او اقدر اختار 360 بروحه. المفروض يستفيدون من الشاشه المفروض اكثر. بس في شوي تخبط لان حتى الموديل يطاف حطوا لك شاشتين. ايه فموضوع الالكترونيات بالياباني شوي في تخبط شوي بالالكترونيات، يعني مهتمين اكثر مو بذاك الرزه والكشخه، مهتمين اكثر بالامور الميكانيكيه والسوالف هذه. حلو. كان في ناس تشتكون من تكييف الباترو اللي قبل. شوف من 2017 تعدل المكيف بشكل وايد، يعني بشكل جدا جدا ملحوظ. في كان اخطاء بالنسبه لي انا اول ما نزل هالباترول هذا، اظن بلش من 2010 هو يمكن هالموديل 9 و10 عموما، يعني صار له فوق العشر سنوات. تداركوا وتعلموا من اخطائهم وعرفوا شلون يطورون منه. يعني في شغلتين غيروهم من 2017. اولا المكيف وايد تحسن، قبل المكيف كان مو بذاك البروده وكان يرطب وقت الوقفه. الحين لا، الحين صار مكيف بارد حال باقي السيارات، اموره طيبه وممتازه. الشغله الثانيه، قبل 8 سلندر كان في نفس هذا ال 400 حصان وكان في 8 سلندر 320 حصان صح. فانا بالنسبه لي اصلا من اول ما نزل كنت اقول ايش حقهم منزلين ماكينتين 8 سلندر، شو الفائده؟ الحين صححوا غلطتهم، نزلوا 8 سلندر 400 حصان و6 سلندر 275 حصان او 285 حصان تقريبا، فتداركوا اغلاطهم. الماكينه والجير اللي هني بما ان التويوتا معروف باعتماديته شوي افضل من النيسان بصراحه، معروف كاعتماديه يتفوق على النيسان، لكن الماكينه والجير اللي هني صار لهم سنين موجودين. عارف انت بالضبط اللي راح تواجهه بالضبط. المشكله باللاند ماكينته وجيره يدد، راح نتكلم على قيادتهم بعد شوي واحساسهم وسرعه الاستجابه وكل هذا بعد شوي لما نطلع فيها تست درايف، لكن ماكينه وغير يدد، فانت ما تدري هل هم صدق اعتماديين ولا لا. في نقطه ثانيه بعد اللي هي نسيتها اصلا.
نسيتها الحين وانت تبي تقولها نسيتها. انا بقولها حول ولا قوه. نسيت نقطه بس تتعلق. ذكرت الحمد لله. ذكرت اي قول. ما كان يخلق موقف تصوير الرد. ذكرت قول يلا. الباتر في ناس يقولون ان يعني مثلا نسان يتفتش معتمادي التوتا افضل وجوده وكذي، بس مشاكل الباتر ترى هم معروفه ومو وايد ترى قليله يعني. سياره عاديه بصراحه يعني. جربناها انت جربتها احنا جربناها بالبيت كذا شخص. انا اعرف ناس شخصيا عندهم موديلات حتى الموديلات اللي قبل 2017 ماشينهم نص مليون وزود. مشاكلهم معروفه يعني، المعاونات او يسمونهم مساعدات او معاونات. بوشاتهم بركاتها بسرعه تخلص. البوشات اللي هي الربلات اللي بالشيالات او المقصات بسرعه تتعب. هذه اغلب الاشياء اللي فيها ال 400 حصان في مضخه بنزين وطرمبه بنزين تصير داخل الماكينه. اتوقع حتى هالمشكله انحلت يعني مع الموديلات اللي دي. ما سمعت بس انه بشكل عام ترى مو مشاكل كبيره يعني. حلو. تقدر تقول عنها اعتماديه الى يعني 90% اعتماديه. حلو. الحين ننتقل لللاند روح حق ولا نحط لقطه تسارع او شيء. حط لقطه تسارع بعدين نروح حق مفخره الارض. لازم نسميه مفخره الارض لان هذا ملك الدروب. هذا مو بطل الدروب. بطل الدروب بطل او ملك الدروب. انا سمعت بطل. انه ملك الدروب انت الفت بس الحين قاعد تكاظم. تدري شلون عيال تحت بالتعليقات كتبوا لنا هذا الباترول ملك الدروب ولا بطل الدروب؟ بطل الدروب بس هو قاعد يكابر الحين والله انا اللي اعرفه ملك الدروب بس يمكن يطلع. شوف صراحه انا اليوم خذيتها منك ملك الدروب وقلت قدامهم تقول لي بطل الدروب. اوكي يعني هم صلحوا لك بس انا قاريها ملك الدروب. عموما انتم كتبوا لنا تحت. خلنا نعطيكم لقطه تسارع عشان تشوفون عزم الثماني سندر وبعدين ننتقل حق اللاند. يلا اي واحد اريح. انت سالتني هالسؤال حيره صح؟ لان قبل شوي لما كنا بالباترول قلت لك كشنه مريح وايد. تعال لما نقول كشنه وايد ناس ما يعرفون كشنه. الكرسي اللي احنا قاعدين عليه ذا سيت. المهم هذاك انا عبالي والله انه اريح بس بصراحه لا، اللاند كشنه اريح حبه. كشنه اريح شوي. زين في ابعاد حق الموضوع بعد. شنو هو؟ في ناس دائما ياخذون الموضوع نظره غير. احنا الحين قلنا لاند كرسيه اريح. اوكي راح يقول لك في ناس لا بس اللاند اضيق من هنا. اوكي صح. احنا تكلمنا عن كرسيه اريح. خليك القعده نفسها. خليك دقيق معنا. ايه القعده نفسها. اللاند اضيق صوب الريل وكذي عزكم الله. اللاند اضيق تحس الباترول اوزع علينا احنا على اجسامنا احنا. ايه. زين ما في مشاكل عادي مو مضايق. ايه. انت تشوف نفسك فيك ضخامه شوي، فيك طول زايد، فيك متن، لا راح تضايق شوي باللاند. الباترول راح يكون اريح لك من اللاند. زين السياقه طبعا احنا الحين سقنا الباترول واللاند اثنيننا. طيب. هني وهني. زين قلت لان في ناس عبالهم ان كل واحد يسوق سياره اي لا احنا نجرب ترى بس خلف الكواليس يعني ما الشغل. كل شوي قاعد نصور لكم منو جرب ومنو ما جرب بس بالنهايه نعطيكم راينا. نتكلم على اهم الشغلات. صوت العزل والهواء. صوت العزل الارضي يعني والهواء. العزل الارضي ما اقدر اقول من احسن مقاربين. هم الاثنين بالنسبه لي نفس الشيء. الاثنين هم هادين ما فيهم صوت قار. واحنا ترى نمشي على نفس الشارع بالضبط عشان لا احد يقول مثلا شارع ناعم شارع خشن. لا نمشي على نفس الطريق. 2022 نمشي على نفس الطريق اللي رايحين ورادين عليه بالضبط. ونحاول نخلي يعني كثر ما نقدر نقرب الامور يعني اقرب شيء للحقيقه. فعموما صوت الهواء هناك مثل ما قلنا لكم في صوت هواء خفيف من الجوانب. ما ادري اذا كان من المرايات او هي سياره كذي. هني ايضا خفيف بس اخف شوي. شيء بسيط يعني من الباترول. يعني نتكلم عن نسبه بسيطه جدا يعني. ترى انا وعمر وايد دقيقين يا جماعه وايد يعني. حتى الواحد بالمية الفرق يمكن نقول لك ان ايه هني شوي اهدى. انت لما تركب يمكن تقول وين قالوا اهدى ولا فرق. نفس الشيء ترى. ايه نفس الشيء بس احنا يعني او هني تقول مثلا وايد اهدى احنا نفرقها يعني حتى لو كانت شويه. هني الصوت شوي متوزع يعني تحس ما تدري من وين جايك بالضبط بس في صوت شوي. الباترول تحس انه في زاويه معينه يدخل منها الصوت شوي. صح بس بالحالتين السيارات مو مزعجه. لا يعني ما ترى ما يزعج. هادي يزعج الناس اللي هذا اذا في OCD تركيز عالي وهذا ممكن بس شخص عادي ما راح يزعجه لا هذه ولا هذيك. انزين القياده هني ايضا ناعمه وحلوه بس بالباترول اخف شوي يعني. هناك تحسه استجابه اسرع. الاستجابه شوي اسرع بالباترول. منطقي. هني لا اللاند شوي اثقل تحسه حتى لو انك قاعد تمشي على سرعه بسيطه يمكن 5 قاعد يعني بين مصافط شيء بتطلع ولا هذا تحسه شوي ثقيل.
على الخط نفس الشيء لما تمشي فيه أيضا في ثقل شوية، لكن لا لما جربت ودست فيه لا هذا أنشط بصراحة، وتحس أن لو تحطهم يم بعض لا راح يطوفه اللاند. أو حتى لو يعني في فيديوهات باليوتيوب ناس جربوا وايد. أنا الجديد أضمن لك أن اللاند الجديد راح يطوفه. إش كثر عاد ما إش كثر ما هذا لو مو سبورتات عشان نقول إش كثر مو مقياس أصلاً. لهم فيديوهات. لهم فيديوهاتهم، لكن اللاند أسرع وأنشط وأخف إذا ضغطت لحد الدوسة. من يفتح التيربو وياك البوست لا ما شاء الله ماكينته حلوة. بس الرد على سالفة الماكينة اللي هي أول مرة تنزل من تويوتا الماكينة هذه على اللاند والجير العشر غيار كهورس باور وعزم نيوتن أعلى من الباترل، لكن هل بنفس الاعتمادية ولا لا؟ في نقطة الحين دامك ذكرت الاعتمادية والسوالف، في ناس راح يذكرون ما ذكرت الحرارة باللاند. الحين هذا في حبة جديدة، سالفة جديدة، الناس يقولون في حرارة باللاند. هي مو حرارة باللاند، هي أساساً المبدأ غلط إنك تدش طعوس أو بر بالصيف وتشد على السيارة. ففي ناس داشين عندنا بالخليج، بالخليج داشين فيه إحنا درس حارة عندنا في ناس بركان. في ناس يدشون بالخليج، في ناس يدشون بالصيف ويحرقونها حرق، يحرقونها حرق ويقول لك احترت. أنا هذا أشوفه مو مقياس. أنت سيارة مفروض هي 90% حق الشارع والعشرة بالمئة هذه حق البر. أنا أشوف هذه الهواية مفروض تكون بالشتوية مو بالصيف. والشخص اللي سواها مسافر من قطر للبحرين بر طريق بر بالصيف. هو يعني مسوي تجربة كيف على راحته رحلة الله يهنيه، بس طبيعي انه تحتار يعني. بس هم يقارنونها باللاند القديم اللي ما فيه تيربو وكذي. مهما كان اساسا هي سيارة مو مفروض بالصيف ما تطعس فيها. صح كلامك، خصوصا ان صيفنا احنا وايد حار. بس من استانس عليها ربع النيسان لان كان ربع التويوتا يقولون انهم حراره حراره عاد بلشت الحر عشان كذي انتشرت السالفه وايد. عموما احنا ننقل لكم الموضوع ولا القياده على الشارع من منظورنا احنا، وبالاخص المنظور الكويتي بما ان احنا بالكويت اصلا ما عندنا بر، وبرنا مجرد يعني ألعن شيء عندنا صعب صعب جدا سافي بس ما عندك شيء. فما عندنا ذاك التضاريس وذاك الأوفرود صج اللي تقدر تستخدم فيه يعني قدرات سيارتك من دفلوكات ومن سوي بار ديسكونكت ومن من من غيره غيره غيره، ما راح تستخدم هذا كله. خلنا أقول واقعي وصريح، فور ويل والسلام عليكم. في ناس يقول لك نسم شوي واطلع، في ناس يقول قاعد تقيسها على دولتك، في ناس عندهم حلال بالبر بالسعودية ولا يا جماعة قاعد نتكلم عن الكويت. في ناس يقول لك بس حتى لو أنت راعي حلال وبر مثل السعودية صح، هم في دروب ممكن تتخذها يعني ما تتعمق بالطعوس ما لا داعي يعني والسيارة شايلة نفسها وفيها طرق يعني انك ما تشد على السيارة وايد فيها يعني. قدرة وفيها كل شيء. وهذا بس بخصوص الاعتمادية ما نقدر نقول شيء عن اللاند الجديد لان للحين عفوا ماكينة جديدة غير جديد، ما ندري ليه بعد 10 سنين شنو راح يصير، هل صج اعتمادية ولا لا. يعني اللاندات اللي قبل هذا معروفين ان يمشون يوصل يمكن لمليون كيلو صح. عادي ما عنده مشكلة، الموتر على مكينة الوكالة وأبد شد بلاده صح. لكن هل هني راح يكون نفس الوضع؟ الله أعلم. لازم ننطر لي بعد 5 سنين إلى 10 سنين عشان نعرف مدى اعتمادية هذه المكينة مع هذا الجير. لكن اليوم نتكلم عن واقع بالوقت الحالي. بالوقت الحالي السيارة ناعمة هادية، كشنها شوي أريح بصراحة اللي قدام عن الباترول. القعدة بالصف الثاني اثنيناتهم مريحين، القعدة بالصف الثالث لما جربنا باترول اريح بس هم اثنيناتهم ما يعتبرون يعني لما جربنا اللاند والباترول، اللاند لا قعدته اللي بالصف الثالث بصراحة شوي ضيجة وريلك وايد صاعدة ويعني ما تنفع حقنا احنا، ممكن تنفع حق اطفال صغار. الباترول ريلك صاعدة بالضبط بس اوسع القعدة بس اوسع شوية. عموما اخر شيء عندنا اللي هو اللاي اوت من داخل، طبعا بما ان هذا جيل جديد من اللاند كروز مو يعني من اللاند كروزر يعني مو فيس ليفت، فاتوقع ان داخلية تتكلم عن نفسها. انا اشوفها حلوه مرتبه خاصه من الفي اكس ار والجي ار الالوان اللي من داخل بالضبط تكون حلو. بس الباترول اشرح شوي اشرح، بس انا كلاي اوت كامل شاشات ومواصفات وهذا لا اللاند بالنسبه لي بصراحه يتفوق.
انا تقريبا نفس كهذا الموضوع يعني بس بدرجه بسيطه جدا يعني. أي. في نقطه بسيطه بس اشوف الناس مهتمين لها وايد اللي هي التشغيل عن بعد. ايوه ما ادري ليش في مسوي قلق اللاند لما تفتح الباب وانت مشغله عن بعد يطفي. اي والباتر ما يطفي صح. انا تبي الصج انا مع الناس اللي مسوين قلق. انا مشغل عن بعد اي ابي اركب السياره خلاص ابي اركب انغز الدقمه التشغيل واطق دي وامشي. بس احس انت شنو بس طفت ارد اشغلها مره ثانيه يعني ما ادري ليش طفت. زين يمكن انا الحين ببطل باب السياره وانا مشغلها عن بعد بسوي شيء داخلها معين بعدين بحرك. اي صح. زين ليش انا ابطل باب وتطفي؟ ما ادري شنو اضطرني اركب اشغلها بعدين اسوي الشغله اللي ابيها بعدين احرك. شنو المنطق ما تدري يعني ممكن سيفتي بس معين ما ادري الله اعلم. بس انا بالنسبه لي لا بصراحه يضايق هذا. قولوا لنا بالكومنت يضايقكم ولا ما يضايقكم؟ يعني مو اتس نوت ديل بريكر على قولتهم ما راح يخليني لا لا ماني شاري اللاند انا لما اشغله عن بعد ابطل باب يطفي. لا مو لهالدرجه بس شيء يعني يغث مو حلو بصراحه. يعني لو كانت ظل شغاله نفس اغلب السيارات خلاها شغاله وخلاص. زين الكاميرات منو احسن؟ لا هني احسن. هني احسن. سماعات؟ سماعات اثنين هم نفس الشيء. انا اشوف نفس الشيء. البوز اللي بالباترول مو وايد قوي نفس وايد. سيارات ثانيه بالضبط. فيها بوز فنفس الشيء تقريبا. والجي بي ال اللي هني باللاند هم حلو بس مو التوب يعني اللي يعطيك صج صوت روعه. فاثنينهم تقريبا نفس الشيء. لان هي الحلقه نروح نقول راينا النهائي ومنو نختار؟ يا ساتر والله راح ننسبسب. ايش رايكم توقفون الفيديو و تتوقعون انا راح اختار شنو هو راح يختار شنو وبعدين تشوفون هو عنده فاهمين اهو تشوفون شنو اختار وانا وتطالعون يعني كان توقعاتكم صح ولا غلط او اثنيناتنا شنو راح نختار. اذا تحسون اثنيناتنا بنختار شيء واحد اكتب ان وقفت الفيديو وتوقعت كذي وخلينا نشوف بعدين. يلا شوف وقفتي شلون؟ وقفة واحد تعرف رايي. هذه وقفة واحد ما اعرف شنو اختار. محتار. بس شوف انت واقف عند سيارة وانا واقف عند سيارة واحس هذا كان هذا راح يكون خيارنا. كيف تقول؟ مو راضي يقول لي شنو اختار ما راح عشان ما ياثر على رايي. ايه. عشان نوريكم مدى المصداقية اللي ابي اوصل لكم اياها انه حتى يعني صاحبي وشريكي معي بالتصوير ترى ما اقول له شنو رايي عشان يقول هو اللي صدق بخاطره وانا اقول له. بصراحة السيارتين قراب حيل لدرجة اني وايد احترت. انا سايق هذا من قبل. قلت حق علي خلني ارد اسوقه علشان يعني اكون توني سايقهم مع بعض. احترت حيل قراب يعني هم مو قراب قصدي كنوعيه قياده كل واحد حلو بطريقته بس رايي صعب اني يعني اختار اي واحد افضل شوي. شيء بسيط ملت حق اللاند اكثر فانا اختار اللاند ثاني مره. الظاهر هذا يناسب طريقه قيادتي الظاهر. بس انا يوم اخترته انا ما اخترت انا يوم اخترت الدينالي عليه احنا سوينا مقارنه بينه اللاند الفي اكس ار مع دينالي. انا اخترت دينالي عشان في واحد يضايق. لا 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 صدق والله انا اخترت الدينالي بس اليوم راح اصدمك. اليوم هم اخترت اللاند انا. اوه ماي جاد واو. بس شوف انا اقول لكم شغله ترى وايد قراب من بعض وكبدايه كنت اميل للباترول شويه بس عقب ما صفطته وقمنا طلعنا باللاند وقمت اسوقه شوي زياده وقمت اشوف شلون احساسه بالقياده شلون نعومته هني شوي انعم صراحه بس هني كشنه اريح. انا يهمني وايد الكشن. هذا للامانه له نقاط يتفوق فيه على الباترول لان الباترول هذا فيس ليفت هذا جيل جديد بالكامل فحتى من داخل وايد متغير فعجبني من داخل اكثر. والشغله الثالثه شغله العزم هني العزم مو كبداية كتمشي عادي ترى الثمانية راح تحسه شوي أخف اللي في الباترول لكن باللاند لا وقت اللي تدوس له صراحة أسرع وأخف. فهذه الثلاث نقاط اللي خلتني أختار هالمرة اللاند. هالمرة أنا تيم لاند كروزر. تحس متفوق بوايد ولا شوي؟ من أي ناحية؟ ككل يعني تحس اخترت بسهولة ولا بصعوبة؟ لا ما اخترت بسهولة والله قاعد أفكر شوي بس أنا والله توقعت أنه بيختار الباترول. يعني كنت متوقع ما كان يدري كنت 90% متوقع أنه مختار باترول لأنه كان عنده باترول. صدمتني والله لا صدمتني. على العموم نشكر طبعا أصحاب السيارات كلهم والراعي حق حلقة اليوم أوتوماك إكسبرس وما قصروا يسهرون ويانا ويقعدون ويانا يجيبون لنا سياراتهم عشان ترى كلها سياراتهم الشخصية عشان بس نصور لكم ونوفر لكم هذا النوع من المحتوى اللي انتم تحبونه. رعاة باقي الرعاة طبعا ونشوفكم حلقة ثانية ان شاء الله. حياكم.